العمل الثالث قراءة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص كما تعلمون آياتها قليلة، ويمكن للإنسان أن يقرأها في دقيقة، أو لربما يقرأها في دقيقة مرتين أو ثلاثة أو ثلاث مرات، لكن لها من الأجر العظيم ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليله؟ طلب منهم أن يقرأوا ثلث القرآن في ليلهم. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة تتساقط رؤوسهم في صلاة العشاء من التعب من العمل الذي كانوا يقومون به، ففي صلاة العشاء تتساقط رؤوسهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اقرأوا ثلث القرآن، يعني عشرة أجزاء. قالوا: فشق عليهم ذلك، قالوا: في ذلك صعوبة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن. هذه السورة القليلة الأسطر، لكنها تعدل عند الله سبحانه وتعالى ثلث القرآن. وجاء كذلك في حديث آخر بنفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. والإنسان لو تأمل في هذه السورة وجد فيها من المعاني ما وجد، ولو تأمل التفاسير وجد معاني هذه السورة لها معاني عظيمة، تحدثت عن أمور عظيمة ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه السورة. فالإنسان يمكن أن يقرأ سورة الإخلاص وهو خارج من المسجد في صلاة المغرب إلى بيته، لربما يقرأ ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، لربما يذهب إلى زيارة أحد في الليل في السيارة يقرأها ثلاث مرات أو أربع مرات. ففي هذه السورة يمكن للإنسان أن يقرأ منها الكثير، عشر مرات أو عشرين مرة أو ثلاثين مرة، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فالإنسان يواظب ويعلم أبناءه الصغار أن يقرأوا سورة الإخلاص في الصباح في أذكار الصباح، وكذلك يقرؤونها في أذكار المساء وفي وقت الليل وقبل النوم، لأن لها كما قلنا من الأجر العظيم.